ملزمة Great الآمال العظيمة أو الأوقات العصيبة للكاتب كارلس ديكنز طبعة جديدة طبعا مثل ما تشوفها مترجمة مرتبة مرحلة هي مرحلة ثالثة ورابعة مرات يعني بالأغلب مرحلة ثالثة بالأغلب أغلب الجامعات مرات يعني يسوونها مرحلة أولى أو ثانية مقدمة ولكن هي تدرس بالمرحلة الثالثة وحسب الجامعة طلاب يعني إذا أكو هسه حاليا من خارج العراق فما له علاقة السنة يعني اهم شيء العنوان اهم شيء نفس العنوان مثل ما تشوف الترجمه ومرتبه لطلب هاي الملزمه تقدر تتواصل وياي على قناتي على تليجرام موجود المعرف بالوصف كامله طبعا حتى عليه اسئله واجوبه شخصيات رموز والى اخره مثل ما تشوف قدامك نهايه حتى عندنا الثيمز والى اخره